بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة رجعت لكم في فيديو جديد وهنتكلم فيه عن موضوع ما اتكلمتش عنه قبل كده، على حوار ساعات الميني فوكس. ساعات الميني فوكس شركة محترمة وظهرت بقالها سنين، هي مش جديدة عامة، بس في ناس لسه عارفة الشركة مؤخرا يعني. طيب انا يعني لاحظت حاجة، في زبون جاب لي ساعة ميني فوكس مكنتش اتوقع ان الشركة ديت ممكن تتقلد. الشركة يا باشا اتقلدت للأسف، وطلع منها منتجات ميني فوكس مقلدة مقلدة يعني بالشكل ده. تمام، انا بصراحة اتخمت فيها لحد ما كنت بصلحها له، وكان بيغير ودن للساعة. تمام، جابها لي في علبة، العلبة بتاعتها مختوم عليها الاسم بس عشان اسم الشخص ورقم تليفونه. تمام، مكتوب عليها الاسم والساعة محترمة، وكمان معاها الورق، تمام، الكتالوج بتاعها والورق بتاعها ومكان الصنع والكلام ده كله، رقم مش عارف التليفون ومش عارف ايه. المهم اللي كل الافشخانات دي زي ما بيقولوا طلع على الفاضي، الساعة طلعت فيك. طيب اول حاجة اعرف ازاي اذا كانت الساعة الميني فوكس اللي قدامي اصلية ولا تقليد. هي عامة الشركة ديت يعني زي ما بحكي لكم، الشركة يعتبر بقالها سنين قريبة، يعني ممكن نتكلم في 4 5 سنين يعني مش من بعيد. فالمكنة بتاعتها صيني، هما مش حاطين مكن ياباني او مشابه، لا هي المكن بتاعها صيني. تمام، بس الفكرة في حاجة ان هو عداداتها بتبقى شغالة والمعدن بتاعها نظيف. يعني انا معرفش الشخص جابها بكام، بس لاحظوا المعدن بتاعها عامل ازاي. لكن بصوا مثلا دي، بصوا دي، تمام، الحاجات اللي هي ايه التقيلة. فتيجي مثلا نعمل كده، صح، بس عشان تظهر ليكم، وندوس على الزرار اللي فوق ده، شايفين العدادات شغالة مش فيك مش منظر كده. نوقفها وكده نرسترها تاني. تمام، تعالوا هنا، لو ركزنا شوية هنلاقي ان العدادات دي شكل مش شغالة، يعني ملزوقة لزق. تمام، يعني نيجي ندوس كده او كده مفيش اي شغل. انا مثلا بوريكم طريقة سهلة جدا عشان الشخص يبقى عارف اذا كان الساعة من غير اي حاجة. ندوس هنا مثلا، نركز تحت، العداد شغال، وقف كده والراستر تاني، العداد تمام شغال. في دي برضو العداد تحت اشتغل والثواني شغال، وقف كده راستر تاني رجع. طيب في بقى بند تاني اللي هي المكنه، ماشي، انا قلت اوفر عليكم الفيديو وخليت الساعه مفتوحه. دي المكنه اللي بحكي لكم ان هي بتبقى مكنه الميني فوكس، بتبقى مكنه صيني نظام براشيم. تمام، تبقى كبيره بالشكل ده. طيب انا ممكن افتح الساعه دي ونشوف منظر المكنه بتاعتها ازاي. انا الزبون كان مستعد، يعني انا بقول له الودن بتاعتها مش موجوده، بقول انا مستعد ادفع 150 جنيه 200 جنيه في الودن. هو لو يعرف اصلا ان الساعه شعبي بالطريقه ديت ما كانش قال الفكره دي. بصوا كده، مكنه سي ال، المكنه التعبان الصيني اللي ممكن يكون بنبيعه ب 30 جنيه. فالموضوع موضوع التقليد للاسف حصل في ساعات الميني فوكس. انا حبيت بس اعرفكم الموضوع، بسيط ان انتوا تعرفوا بيها بالطريقه اللي قلت لكم عليها، ان العدادات تبص على منظر العدادات هتبقى عارفين ان العدادات ديت ملزوقه لزق مش عدادات شغاله. لكن العدادات بتاعت الساعات الاصليه الميني فوكس كل العدادات بتبقى شغاله. نميلها كده بجنب هنشوف ان العداد مفصول عن المينا، يعني العداد بيتحرك. هنا برضو في الميني فوكس دي العداد بيتحرك. فهو حرام في ناس لبست في الساعات الميني فوكس اللي هي التقليد بسعر 1300 و1400 و1500، لكن الساعه نفسها بامانه، يعني ساعه زي اللي في ايدي ديت اكتر من 200 300 جنيه ما يدفعش فيها. اتمنى تكونوا عرفتوا الفرق، ولو حد عنده ساعه وعايز يعرف اذا جت اصل او تقليد يبعت لي على الواتساب، ومش هتاخر على اي حد. شكرا.